هاي، انا اسمي جيرمي وحابب شوي اخبركم عن حياتي مع الرب وهيك. سو انا ربيت بعائله مسيحيه وكنت اروح على الكنيسه واقرا بالبايبل وكان بعتقد الرب كان راضي عني، وكنت اروح على كامبات وسبح الرب وهيك كل شيء، وكنت يعني هيك حياتي كتير حلوه مع الرب. بعدين لما كبرت شوي بلشت اتاثر اكثر من اصحابي بالمدرسه. سو هن كانوا يعملوا كتير اشياء غلط، يحضروا افلام غلط، يسمعوا اغاني، يكذبوا، يسبسبوا، هيك ايام يسرقوا اشياء صغار. سو بلشت انا هيك شوي اتاثر فيهم، مع انه انا بالاول كنت يعني كل ما هن يعملوا شيء غلط انا اقول لهم لا ومش منيح ولازم تغيروا هيك. بلشت شوي شوي اتاثر فيهم، بلشت انه كذب كذبات صغار، ومثلا على اهلي بيقولوا لي انه مثلا انت عملت هيك، لا اكيد لا وما بعرف شو، وانا بكون اللي عملت هيك. بس انه اولا كذبة صغيرة بتمر، وبعدين شوي شوي بتبلش تكبر الكذبة أكتر أكتر، بتصير خطية كبيرة بحياتي. وبعدين مثلا السرقة، مثلا بكون بالمدرسة أخذت قلم، بعدين بتكبر الشغلة وبصير أسرق. بس إنه نشكر الرب إنه هاي هالشغلة ما كبرت معي وخلصت بسرعة. سو بلشت هيك أتأثر. وهلا ناحية الأغاني ما رحت عليها، بس مثلا الأفلام بلشت أحضر أفلام فيها هيك يعني مسجز مش منيحة وهيك أشكال مثلا أشياء مش حلوة. سو بلشت شوي أتأثر وهيك كنت يعني وقتها حسيت إنه الواحد إذا بده يكون عنده الرب بحياته ممنوع يكون عنده خطية. إذا إجت الخطية يسوع أكيد بده يفل. سو من وقتها هيك بلشت أحس إنه في فراغ بقلبي محل ما كان الرب موجود وهو راح من الخطية. سو حسيت في فراغ وحسيت بدي اعبيه. سو بلشت يعني اغرق اكثر اكثر بالخطيه، وبعدين صرت انه خلص تعبت من حياتي. بعدين هيك لما بلشت احس انه خلص يعني لازم اعمل شيء بحياتي له معنى، لازم يعني هيك بدي احس فرح بحياتي، ورحت عند اهلي قالوا لي انه لازم يعني لازم اكثر يعني تفكر بالرب وهيك وما بعرف شو، وقالوا لي كثير اشياء خاصه بالرب. سو فت على الاوضه وهيك قعدت وكنت عم ببكي، قلت انه يا رب انه بديك تجي خلص بدي، لان انا مرقت فتره كبيره بحياتي كنت عم بعمل اشياء مش منيحه، ومثل ما قلت قبل شوي سو خلص بدي اياك ترجع على حياتي وتفوت على حياتي، بدي اياك تغيرنا. وبعدين نمت وهيك تاني نهار رايح على المدرسة، هيك كنت حاسس هيك بفرح سلام. يعني مثلا أبا من قبل أنا عم بكتب بالمدرسة بحس إنه ملبك، يعني أيام من بحس حالي إنه هيك قلقان زعلان بالمدرسة، بعدين تعيش بفكر إنه شو اللي مزعلنا شو اللي قلقنا، فكر فيها ماشي انه سو بجرب شيل هيدا الاحساس بس بضل. سو هيك رحت على المدرسه نهارتها حس هيك سلام مرتاح كتير عم بعمل منيح بكل شيء، وهيك عن جد حسيت الرب معي. ومن وقتها بلشت اتغير اكثر واكثر وهيك.